نشكر الله على خدمة سيد الشهداء، عزاء سيد الشهداء وخدمة سيد الشهداء المدرسة. أنا من أجي وأجيب ابني، دولة تربحهم يتامى. العام أبوي يشتغل ويوم سنة هو أجي، فأنا من أجيب ابني وأجيب زوجتي وأمي وأخوي، هذا كله خدمة سيد الشهداء. يعني سيد الشهداء مدرسة، تعرف مدرسة سيد الشهداء كبيرة وواسعة، من ضمنها نعلمهم التربية والأخلاق، الصلاة، الإصلاح، خدمة الناس، طيبة النفس، عزة النفس، لأن المجتمع محتاج مجتمعنا لما تبي العواصف وتعبتنا. فللأمانة أطفالنا على أيدينا. أنا ابني اليوم ما أتيها، أجيب المد السيد الشهداء، أجيب الخدمة السيد الشهداء من عندها وينطلق المجلس أوديه. فتعرف المجلس هو مدرسة، هسه يعلم صلاته، الأدب، أخلاقه، خدمة الآخرين، خدمة الناس، خدمة الوطن وحب الوطن. رسول الله يقول حب الوطن من الإيمان. فهذه إحنا سيد الشهداء، هذا اللي يريده. ما يريد بس أمشي وما يريد بس أخدم، بس أنا من أنطلق من الخدمة الهدف اللي يريده سيد الشهداء، اللي هو العدل، الإصلاح. بفضل الله، بفضل سيد الشهداء وأنفال سيد الشهداء، إن شاء الله الأمل في الأطفال هذه اللي جاي تشوفها. أسرع شوية يلا وارحم حالي، سنة وحشة تمر علي، الموكب يظل خالي. يقول حضرتك الغالي عند الغالي، بس للغالي حضرتك.